أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبداو الحصة ديال اليوم في مادة القرآن الكريم بتصحيح التمرين اللي كنت كلفتكم به باش تنجزوا في الحلقة الفايتة، ونتمنى أنكم تكونوا كلكم لا الحاضرين معنا لا المشاهدين ديالنا الأعزاء نجزتوا هاد التمرين. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كان مطلوب منكم في هاد التمرين هو أنكم تربطوا بخط بين كل كلمة والحرف اللي كيناسبها. وسبق لنا في الحصة الفايتة ربطنا كلمة تفرق بالحرف اللي كيناسبها اللي هو فا، كما كتلاحظوا معايا على الشاشة. دابا غادي نمشيو للكلمة الثانية اللي هي القيمة. القيمة اشنا هو الحرف اللي كيناسب هذه الكلمة؟ تفضلي صفية. قا. عاودي مزيان. قا. مزيان، إذن قا، وكنربطوا هذا الحرف بكلمة القيمة. ودابا غادي نمشيو للكلمة الثانية. رشيدة، واش يمكن لك تقري لنا هذه الكلمة؟ صحفاً. مزيان، وشنو هو الحرف اللي كيناسبها رشيدة؟ فن. أحسنتي، إذن كنربطوا هذه الكلمة بالحرف اللي كيناسبها اللي هو فن. وبقات لنا هذه الكلمة الأخيرة اللي هي الصالحات. الصالحات، أشنا هو الحرف اللي كيناسب هذه الكلمة؟ تفضلي أمينة. لي. مزيان، لي، وكنربطوا هذا الحرف بكلمة الصالحات. مزيان. ودابا من بعد ما صحنا هذا التمرين غادي نستمعوا الآن لقراءة الآيات الثلاثة الأولى من سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. دابا من بعد ما استمعنا لهذه القراءة المباركة ديال هاد الثلاث الآيات الأولين في سورة البينة، غادي ندوزوا الآن نشرح المعاني ديال الكلمات والعبارات ديال هاد الآيات. كيقول الله سبحانه وتعالى لم يكن الذين كفروا، يعني لم يكن أهل الكفر والجحود اللي كيجحدوا بالكفر ديالهم بالله سبحانه وتعالى وبرسله، من أهل الكتاب والمشركين، من اليهود والنصارى اللي هما أهل الكتاب، والمشركين اللي هما عبدة الأوتان والأصنام. وكيقول الله سبحانه وتعالى منفكين حتى تاتيهم البينة، منتهين ومتراجعين عن الكفر ديالهم حتى تجيهم الحجة الواضحة والقاطعة. أشنا هي؟ هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية رسول من الله، بمعنى أن هذه البينة والحجة هي الرسالة اللي جا بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. ثم كيقول الله تبارك وتعالى يتلو صحفا مطهرة، بمعنى كيقرأ عليهم الصحف اللي هي منزهة عن الباطل ومطهرة عن الزور والشك والنفاق والضلالة، فيها كتب قيمة. فهاد الصحف وهذا الشيء اللي كيقرأ عليهم سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم فيه أحكام مستقيمة، ما فيه حتى شي عوجاج، كاتبين الحق من الباطل. ودابا من بعد ما شفتوا معنا من المعنى المعاني ديال الآيات من الآية الأولى حتى الآية الثالثة، غادي نشوفوا الآن المغزى ديال هذه الآيات. أهل الكتاب كانوا كيعرفوا في الكتب ديالهم اللي هما التوراة والإنجيل، كانوا كيعرفوا بالصفات ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المشركين ديال مكة كانوا كيعرفوا الصفات ديال آخر نبي، آخر نبي الزمان اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن مع كل ذلك الوقت فاش عرفوا هاد الصفات والوقت فاش تبعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمنوش به. إذن من هنا كنشوفوا فعلا هناك الجحود وهناك الكفر ديالهم، نسأل الله عز وجل السلامة. إذن في الحصة عفوا في الحلقات المقبلة إن شاء الله غادي نكملوا الآيات المتبقية من سورة البينة. وقبل ما ننهي معكم هذه الحصة غادي نطلب منكم الآن تجزوا هذا التمرين اللي موجود في الحلقة 74 ديال مادة القرآن الكريم. ودابا لاحظوا معايا التمرين على الشاشة. كما كتلاحظوا معايا في هذا التمرين عندنا مجموعة من المعاني ومجموعة من الكلمات، ومطلوب منكم بطبيعة الحال تربطوا كل معنى بالكلمة اللي كتناسبوا. وغادي ناخذوا مثلا هذا المعنى
منتهين عما هم فيه من الكفر. غادي نربطوه بالكلمه اللي كتناسبوا لي هي منفكين بهذا الخط كما كتلاحظوا معايا على الشاشه، وانتم في ديوركم وكذلك انتم مشاهدينا غادي تحاولوا ديروا نفس الشيء بالنسبه للمعاني المتبقيه. نقراوا المعاني المتبقيه، بقى لنا هذا المعنى الاول اللي هو الذين يعبدون الاصنام، والمعنى الثاني والاخير الحجه الواضحه وهي رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. غادي تحاولوا تربطوا كل معنى من هذه المعاني بالكلمه اللي كتناسبوا لكاينين في جهه اخرى، وفي الحصة المقبلة إن شاء الله غادي نصحوها التمرين. وهكذا أخواتي إخواني وصلنا لنهاية الحصة ديال مادة القرآن الكريم في هذه الحلقة، ودابا غادي نخليكم مع مادة الحساب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.